السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا يا أهلا وسهلا. عنزتي المباركة رقم 33 جابت لنا الحلوين هذولا، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا ما شاء الله تبارك الله. هذولا عيال جرانديزر، أهلا بالحلوين، يلا تبارك فيهم ما شاء الله عليكم. لا لا ماما هناك، مو أنا. سلامات، نامت رجلك ما شاء الله. أهلا يا حبيبي، طبعا ذكر وأنثى الحمد لله رب العالمين. هذا الأسود هذا والأحمر هذا الذكر، وهذه البنوتة الجميلة. يلا شوفوا ماما هناك. يا سلام بيب بيب. أيضا عندنا العنز اللي أمضت سنتين ما ولدت بفضل الله سبحانه وتعالى، جابت لنا مولود، راح نشوفه احنا وياكم إن شاء الله. شكرا يا عنزتي الجميلة، اهلا يا باشمهندس، الله يبارك فيهم، صحتهم جيده ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل ربي، اللهم لك الحمد. حياك الله يا عنزتي الجميله، كيف حالك؟ واخيرا جبتي لنا مولود ما بغيتي. طبعا ما شاء الله هذه استمرت سنتين ما انجبت اطلاقا، وبعدين اعطيناها شيء ابر محفزة تخليها تطلب الفحل، الحمد لله رب العالمين تلقحت وانتجت لنا مولود جيد. شر نشوفه. صباح الخير يا أستاذ، يا صباح الهنا، حياك الله ما شاء الله، اللهم بارك لي فيما رزقتني، ألف مبروك. من دواعي سروري إنتاجك لهذا المولود المبارك، ولو انك جبتي اثنين يعني ترى احسن يعني، لكن الحمد لله رب العالمين، ما يأتي من الله مبارك. علمتي يا عنزتي، الحمد لله رب العالمين. ابتسمي للجماهير، احسنتي، مبتسمة على طول. طيب ندخل نشوف المولود، ما شاء الله تبارك الله، بنوته زي القمر، تشبه امها حتى نفس يعني سبحان الله العظيم، رقبتها سوداء من هنا ومؤخرتها مثل امها، الام رقبتها سوداء ومؤخرتها من هناك اسود. شكرا يا عنزتي، شكرا شكرا شكرا، حياك الله، يا مرحبا بالقمر، شرفتينا وانستينا ونحن سعداء بوجودك، اللهم بارك لي فيما رزقتني، ما شاء الله صحتها طيبة وجميلة ما شاء الله، اللهم بارك لي. يلا قومي يلا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. شايفين نفس شكل أمها، السواد هذا والسواد اللي في الرقبة، سبحان الله، اللهم بارك لي فيما رزقت. يعني أنا والله طبعا خبرتي قليلة في الماعز، فاستمرت عندي تقريبا سنة وستة شهور ما ولدت، والبقية يعطون إنتاج، فحتى هذه كنت مسجل أمامها سبحان الله العظيم أنها عقيم يعني ما تلد وكذا، و لما قالوا للشباب انه في ابره تعطى لها تصير تطلب الفحل وكذا، وهذا من الفائده انه اتواصل انا وياكم وتعلموني واعلمكم وتفيدوني وافيدكم، فعلمت بهذا ورحت واخذت لها الابره المطلوبه واعطيتها، هي ابرتين، ابره تعطى في الجهه اليمنى والثانيه في اليسرى، وبعدين هي تصير تطلب الفحل وتقبل عليه، فالحمد لله تلقحت والحمد لله هذا الانتاج،
فضل من الله ونعمة. ولا كنت حقيقة ناوي إنه أنا أبيعها خلاص، يعني ما لها يعني سنتين وهي ما أنتجت. أيضا الثانية الحمرة الكبيرة راح ننتظر، ربما إن الله يرزقنا بشيء، عند الله كل خير. ما شاء الله هذه ولادتها تاريخ 22/4 ميلادي، يعني تقريبا يمكن 21 رمضان، لأن ميلادي متقدم على رمضان بيوم. وأيضا راح ناخذ رقمها، أعتقد رقمها 14 هذه، والحمرة 33، ونسجل المعلومات. هذه إن شاء الله إذا ولدت يصير جميع الأغنام اللي عندي في المراح ولدوا جميعهم، ما في أحد ما ولد، بس هذه اللي يعني كنا متخوفين لها سنتين ما ولدت. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم، إن شاء الله أنها تولد ونتاجها طيب. أختها ولدت، هي باقي ونشوف على الله. أهلا يا عنزتي الجميلة، أهلا أهلا يا أم فحلان، كيف حالك؟ أم فحلان كم رقمك؟ 26 ولا كم؟ نعم 26، معشر إن شاء الله تولد قريب. بولادتها راح نعرف أقصر دورة عندنا بولادة أم فحلان. نسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم ويعيننا وإياكم. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.